تم اعتماد 21 وسيلة إعلامية، ولا زالت هناك طلبات يعني قيد الدراسة من شأنها أن ترفع يعني من هذا العدد. المهم أن على غرار الرأي العام الوطني والصحافة الوطنية هناك اهتمام كبير من قبل الشركاء والدول الأجنبية بهذا الحدث الهام. التغطية الإعلامية هي سارية، وقد تم اعتماد كل الصيغ والقوانين والتدابير ذات الصلة بهذه التغطية الإعلامية بالتعاون فيما بين السلطة المستقلة وممثلي المترشحين وكذا وسائل الإعلام. وظني أنه إلى اليوم هذه التغطية يعني سارية في ظروف جد عادية.